هذا البرنامج بدعم من الفلسطينية للإقراض والتنمية فاتن. يعني شو بقولوا خطير الكبار احنا نصدقهم. فخار يكسر بعضه، هذا مثلنا اليوم من الخليل، بدنا نشوف الناس شو رأيهم، إذا شافوا اثنين عم بيتقتلوا، هل بيصلحوهم أو لا؟ ولا بقولوا فخار يكسر بعضه، يلا. فخار يكسر بعضه، فخار يكسر بعضه. هسا في مثل بقول فخار يكسر بعضه. يكسر بعضه، شو نسوي يعني شو أفهم منه أنا؟ توكل على الله. إيش يعني؟ كسره. هلا في مثل بقول فخار يكسر بعضه. يكسر بعضه، شو بتفهم منه انت؟ شو بتسوي؟ شو اسوي فيها هذا؟ يعني اثنين بتقدر تضلك تصلح فيهم يكسروا بعض، شو تسويهم اخر شيء بعد ما تيأس منهم؟ ويكسر بعضه؟ يعني يخليه يكسر بعضه الفخار؟ شو بيعني لك مثل هذا؟ تتدخلش في حدا. شو ما يصير يصير. ايش مالكش فيه؟ ماليش فيه. اثنين بتعرفوهم مش تقاتلوا مع بعض؟ بالضبط. فخار يكسر بعضه. فخار يكسر بعضه، يعني زي انت تقتلتي مع كاميرا ثانية طز. كاميرات بيكسروا بعض. ويكسر بعضه صح؟ طيب قولوا صح. أيوة طيب. يعني بتروح بتسلح بين سين وجيم. سين وجيم. تقعد تسلح فيهم بدوش يصلحوا. ده هذا ولا هذا. بدون بخار يكسر بعضه. ده هي تسمهم. آه. شو أنت بتفهم من هذا المثال؟ المشاكل. المشاكل. بخار يكسر بعضه. من ناحية الإسلام النبي وصى سابع جور. بس في الأيام هي بزبطش معهم. الثامن يعني ما الناس فيه. تدخل يا سيدي بس بقى إذا التنين عندوا يعني وش كسروا بعض شو أسوي لهم يعني مثلا صحيح صحيح يعني إنه مثلا تصير طوش قدامي ماليش دخل لا والله فخار كسر بعض أظني فاسخ أنا ماليش يعني إيش أفهم منه أنا المثل يعني تشك من السوالف كلها اللي بكسر بكسر ولا ظل مناسبة المثل يعني طب هذا صح لا ولا شو لازم أسوي المشاكل ايش يعني ايش سواش مثلا واحد يشوا امسلحهم يصلحهم يعني على هذا المثل بقول لي اذا في اثنين بتقاتلوا ما اساعدهم اسمت فيهم اسمت فيهم ما لاش فيهم يمكن في مشاكل يمكن في شغله معليش ما لاش فيهم صحيح لان هذول من الجماعه الفاسدين معناته المثل هذا فاسد فاسد ما بقول لكم من الجماعه الفاسدين خالص تاريخه اي نعم يعني احنا ما بدنا لا مش خالص تاريخه لا طيب واذا اثنين بتعرفهم بوقف النص بتوقف على طول يعني يعني امسك شوي بس يعني هلا هي المشاكل هيك يجي واحد يصلحهم بعد ما نصلحهم شو المثل موجود اما الجلتين ما بدهمش الصلحه لكن اذا الجهه الثانيه اصرت وعاودت اساءت باكثر فهي اللي لازم تتكسر هلا في مثل بقول فخار كسر بعضه ويكسر بعضه انت شو بتسوي بهي الحاله انه كل شيء يتكسر ورا بعضه يعني. بخار يكسر بعضه خلاص كل شيء ورا يعني يروح داهيه بسديد والله ما عندي اجابه يعني ما عندك اجابه ما عندي اجابه يعني. انت اذا بتشوف فخار بكسر بعضه شو بتسوي؟ يعني نحاول نمنعه بس هذا الاشي يعني مش من عاداتنا كنا احنا محافظه الخليل بلد محافظه والعشائر اللي فيها بسم الله ما شاء الله عليهم لازم لما يقول فخار يكسر بعضه معناته احنا كل واحد يعني بده يعمل مشكله لا لازم احنا اذا في مشكله فخار يكسر بعضه نصلح يعني جماعة متمشكلين شو بنسوي؟ بنحاول نهدي الأمور يعني مش بخار يكسر بعضه، أنت مش مع المثل؟ لا بتحاول تلحق المشكلة قبل ما تصير؟ والله إلا فعل الخير ما حدا يعني بكره أنت إذا بتشوف اثنين بتقاتلوا وما بتعرفهم تصلح بيناتهم قدر المستطاع قدر المستطاع الطرف الثالث إذا بتدعي إنه خلي الناس تكسر بعض هذا مش بكون من مش من المؤمنين ولا من المسلمين هذا مثل مش معي أنا مش معاه انت الاسباب تافهه بيكون مثلا مش لاي شيء يعني مثلا تيجي تقول لي مشكله صايره مشكله فيها يمكن يروح فيها ارواح ابعد لا ما ابعدش عنها بصلح بيني تصلح بينهم بصلح هذا بدي اسمع منك انا ما بصلح بيني لازم انك تكون انت مصلح لا هذا هو ظالم او مصدوم بوقف يعني ظالم بدك تكون معي على الحق ومصدوم بدك تعطيه حق كونوا مع الحق دائما وابدا اما الفخار كسر بعضه
ان شاء الله هدول اليهود في بعضهم يكونوا هيك، احنا نقول هدول هم، اما احنا كعرب مسلمين لا لا لازم اذا في شيء مشكله نحلها، من نقول بخاري كسر بعضه لا بالعكس. فليش احنا من نحد من هاي الشغلات والمشاكل مش مالش بالناس الثانيين؟ اذا انا بقدر اصلح بين اثنين مش غلط، كلمه الخير طالعه والرديه كلمه الحق مش تطلع. يعني مثل ايش صفه يعني خاطئ ولا صحيح ولا كيف؟ لا هو خاطئ كله نسبيا خاطئ طبعا. خاطئ غلط غلط نعم المثل غلط. فهمتي ان المثل غلط؟ هز راسك. ايوه وهيك خلصنا حلقتنا لليوم من حكم رستاد، كان مثلنا فخاري كسر بعضه. احنا كسرنا كل الفخار بس الحمد لله لحقناهم واصلحناهم. حكم رستاد بحلقة جديدة منشوفكم، يلا باي. دائماً وأبداً.